درسنا اليوم المضاف إلى المتكلم. يقول الشاعر: هذا كلامي وذا حظي، فيا عجبا لثروة للفظ وافتقار يدي. ابن نباتة يقول هذا الكلام. يقول آخر: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ضنوا علي كرام. يقول شاعر آخر: شفني وجدي وأبلاني السهر، وتغشتني سمادير الكدر. حينما نعود إلى كلمة كلامي، لا شك أن الشاعر حينما قال كلامي يتحدث عن نفسه، والدليل استعماله ياء المتكلم. كيف تعرب كلمة كلامي؟ لأن موضوعنا اليوم المضاف إلى ياء المتكلم، عندنا كلام أضفنا إليها ياء المتكلم، فيا ترى كيف نعرف هذا؟ لا شك أن هذا الدرس جزء من ما درسناه في الإعراب التقديري. سنعرف هذا هاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كلامي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. نتذكر درس الإعراب التقديري المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها هل الثقل؟ لا، إنما اشتغال المحل بالحركة المناسبة. من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، يعني هذه الحركة المناسبة للياء، لأننا نعلم بأن في اللغة العربية عندنا حركات إعرابية، عندنا الواو تناسبها الضمة، والضمة تناسب الواو، ها؟ الياء الكسرة، والألف الفتحة. موضوع درسنا هنا الكسرة التي تناسب الياء. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ضنوا علي كرام. بلادي وردت في بداية الكلام، وبالتالي هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه نعم الضمة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. اتفقنا بأن الكسرة تناسبها الياء، تناسبها الكسرة، والكسرة تناسب الياء. بلادي، إذا حينما قلنا منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة، ولكن مقدرة، مقدرة الياء أم مقدرة على ماذا؟ يقول أنها مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يعني الضمة كان ينبغي أن تكون على الدال، لأن المبتدأ يكون مرفوع، ولكن هنا نلاحظ الكسرة، فالكسرة تناسبها الياء، وبالتالي وضعنا الكسرة بدل الضمة، فقلنا بأنها مقدرة، والذي منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. شفني وجدي، شفني بمعنى أنحلني، صيرني نحيفا، شفني من شفة صار رقيق. وجدي، شفني وجدي، ما الذي شفني؟ إذا لما نطرح سؤال ما الذي شفني، إذا كان يتعلق بالإنسان العاقل نقول من، هنا نقول ما. إذا فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أينها؟ المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. بقي لنا أن نسأل المضاف إلى المتكلم، هل يأتي في صورة واحدة؟
هل يأتي في الفاعل فقط؟ هل يأتي في المبتدأ؟ وهنا لاحظنا بأن المضاف إلى ياء المتكلم كان في الخبر. هنا لاحظنا أن بلادي مبتدأ، فياء المضافة كانت في المبتدأ، هنا الفاعل، إذا معناه يأتي في كلمات متنوعة سواء كان فاعلا أو خبرا أو مبتدأ. هذا فيما يتعلق اليوم بالمضاف إلى ياء المتكلم، ولقد لاحظنا من خلال الأمثلة الثلاثة وشرحنا ذلك، فكل ياء اتصلت باسم وكل ياء متكلم اتصلت باسم إعرابها هو ما رأيناه. فقط ينبغي أن نفرق كما قلنا في الإعراب التقديري بين ياء المتكلم والياء الأصلية. حينما تكون ياء المتكلم اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وحينما تكون ياء الأصلية نقول للثقل، مقدر على الياء منع من دورها الثقل، وسنواصل بعد قليل إن شاء الله.